هنا قدام باب من الابواب الوهميه المصري القديم كان بيعمله في المقابر بتاعته، والفنان المصري القديم علشان يصمم التصميم بتاعه كان بيقدر ان هو يستخدم اللغه المصريه القديمه وخصوصا الحروف الهيروغليفيه بان هو يحطها في التصميم، فساعات كان بيستخدمها باسلوب ان هو يرصهم ورا بعض راسي او ممكن يحطهم افقي. طب ازاي نحدد اتجاه الكتابه؟ هنبص على العصفوره، العصفوره بتبص فين؟ لو العصفورة بتبص شمال يبقى هنبتدي من الشمال، لو بتبص يمين هنبتدي من اليمين. وش معنى ان هي عصفورة يبقى هو قصده عصفورة؟ ده هو كان بيستخدمها علشان يحط مكانها نطق الحرف. كان بيستخدم الرموز اللي قدامه والحاجات الموجودة في الطبيعة عشان يعبر منها عن أصوات. ففي رموز بتقول صوت واحد ورموز بتقول صوتين. وفي رموز تانية نقدر نشوفها في المتحف أو في المعبد على التماثيل ويقدر يحقق فيها شعار، شعار واحد يحقق فيه معنى كبير. زي الشعار اللي احنا شايفينه قدامنا، شعار توحيد القطرين السيمتاوي اللي هو موجود في زهرة اللوتس ونبات البردي، الاثنين ملفوفين حوالين القصبة الهوائية، وكأن الملك عايز يقول من غير توحيد القطرين مصر لا يمكن تعيش. ومن الحاجات الجميلة اللي نقدر نستخدمها مع التكنولوجي ابلكيشن تقدر تفهمنا ونتعرف فيها على الحروف المصرية القديمة بتاعتنا والمعناها. تعالوا نجرب ان احنا ناخد كلمة ونترجمها، وزي ما اتفقنا بنشوف العصفورة بتبص فين واتجاهها هنقدر نحدد اتجاه الكتابة. فعندنا هنا طائر حورس باصص ناحية الشمال، فهنبص هنا ويبتدي الكلمة معانا. هناخد الكلمة دي وفي الابليكيشن هبتدي اشوف الرمز واحطه، وبعد ما ابتدي احط الرموز هيبتدي يطلع لي شوية اقتراحات. اول ما الاقي الكلمة قدامي هدوس عليها هيطلع لي النطق السليم والمعنى بتاعها، والكلمة اللي احنا اخترناها هي معناها نسو بيتي، يعني الملك الوجه القبلي والوجه البحري. ودلوقتي بعد ما قدرنا نحدد اتجاه الكتابة ونتعرف على رموز الخط الهيروغليفي، استنونا الحلقة الجديدة في أول خطوة نتعلم فيها لغتنا القديمة.